كريمة سكرتيرتي. أصل السكرتيرية هي وجهة رجال الأعمال. صحيح هي ما تنفعش حتى وجهة محل، بس هي سكرتيرة مؤقتة لحد ربنا ما ياخدها. إيه صباح خير حبيبي جمعة، أنت بتعمل إيه في حمام؟ جايب لك شغلانة سوق. زبونة كانت عندي بتقص، روح العنوان ده وأنت هتعرف كل حاجة. يلا سلام. أقعد افطر معايا حبيبي. يفطر فين؟ كيس بونجو. امشي يا عم، لازم تمشي حالا. أوكي يلا يا بونجو. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. محسوبك المعلم عبدو اجاني صاحب مكتب حانوت الشباب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ما تاخذنيش معلش في السؤال، حضرتك حانوتي يعني محتاج الدعايه في ايه؟ لا الدعايه دي مهمه جدا بالنسبه لي انا بالذات، لان لا مؤاخذه انا شغلي كله حديث. يا ما شاء الله. شوف يا استاذ، انا عايزك تعمل لي دعايه تهز المقابر. تهز المقابر. طيب انا بتهيألي نبتدي بالتسويق الاول. انا ممكن اعمل لك عرض لمده شهر بس، الميت عليه ميت مجانا. حلو. وممكن نسجل سيديهات عليها صويت. الله حلو ده، انا موافق. انا عايزك كمان مؤاخذه تعمل لي شريحه في التلفزيون تقول فيها في التلفزيون عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك. بس هو بتهالي موضوع التلفزيون ده هيكلفك شويه. لا يا استاذ اعمل ميزانيتك، ما يهمكش حاجه. اوه افتكرت، انا عايزك تعمل لي كروته. ماشي، هعمل لك كروته كده بشريطه سودا واكتب لك عليها وحده. ان شاء الله هتلاقي الميتين للركب بدون مقاطعه. لا لا تكون وشك حلو عليه. اتفضل. طب يا ست اعوذ بالله، ليه يا بنتي كده شربات؟ ايه الفان ده يا عم؟ مال الفان ده شربات؟ تعال اشرب خد خير ان شاء الله. طول ما بيشربوش غير قهوه ساده كنت تعملي اي حاجه سودا يا عم. اجرني خلاص يا استاذ. استنى بس خلاص حصل خير بقى. خلاص 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 ادلوقي في الحوض. خلاص راح الشربات. خلاص يا مؤاخذه دي السوى عشان الدعايه. سوي ايه الحلاوه دي؟ انا مؤاخذه الفلوس دي مش المبلغ كله، دول قشين كده تحت التراب. تحت الحساب. طيب استاذن انا بقى. ماشي يا سيدي، سعيكم مشكور. رفع الله وسلم. اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ يلا خش تعالى حبيب قلبي. حتى الحانوت عايز يعمل اعلان. ايه اخبار؟ امسك يا سيدي. ايه دول؟ دول 250 جنيه حساب فكرة اعلان البطاطس. لا يا راجل، عجبتهم؟ دي مدغدغة الدنيا يا ابني. انت ما بتنزلش الشوارع ولا ايه؟ على خفيف كده. امسك يا سيدي، ده اعلان جديد. لا لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ جل للاطفال؟ جل كيرلي، جل للاطفال الشعبيين. يا سلام. يا ابني الشعبيين ليهم منطق خاص. اولا اسم كيرلي ده ما ياكلش معاهم. احنا ممكن نغير الاسم ده ونخليه حاجه حرشه كده، عارف؟ جل 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 زحلقه. جل زحلقه بطعم الكاتشب. اعمل اللي انت عايزه. طب ماشي تمام. انا ماشي بقى. بقول لك ايه، انت رايح فين؟ انا رايح مدينه نصر. طب كويس قوي قوي، توصلني بقى معاك في سكتك. ليه انت رايح فين؟ الهرم. صباح الخير يا ادهم بيه. صباح الخير يا سامي. هاتي لك شوفات حساب البنوك كلها. ها حاضر. الو ايوه يا ملك، ايه مال موبايلك؟ طب معلش معلش ملك، فكري بقى بسرعه فيلم من افلامك لحسن ما باجي طلب. شوف يا بنتي نايس. ايوه ايه رايك بقى؟ هنقضي ليله زي الفل. خش إيه خش. ايه ده؟ انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم؟ عادي مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه. هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسه لك ب 200 جنيه بس، دي خدت 100 ودي خدت 100. طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي، دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص شايف النسوان عامله ازاي. انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي امشي امشي امشي، انزلي تحت اوفي تحت السلم. امشي دوم لو سمحت. ماشي الناس دي حالا حالا. يلا اوف سايت النهارده. راح فين انت؟ امشي وقف هناك امشي. مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا امشي. مبسوط؟ مبسوط يا زفت؟ غيرت ال 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح؟ سامح ده بيسرق افكارك بملاليم. والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك، بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم اهو ردها لي، دليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي
طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو الشيك بتاعتك دي. عليكوا على ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله. لا لا انا عايز حاجه في الرخيص، يعني لو في حاجه فوق الكوبري شغال. ايه ده 200 جنيه هيرجعوا هيرجعوا. خدمة؟ أنا كلمت وخدت معاد مع أدهم بيه. مين حضرتك؟ أنا مدي لحضرتك الكارت بتاعي مش نقطة تقريها. طب معلش أنا آسفة أوي، حضرتك روح عند الأنسة غادة. حصل خير حصل خير. صباح الخير. إيه؟ مفيش منديل لو سمحتي بس أمسح النضارة. اصلا مستورده مش من هنا. شكرا. انت ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك، وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا شركه الاتصالات هتطرح اسهم اكتئاب جديد، عارف يعني ايه اكتئاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيلي عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعمل خساره. بس يلا يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل مواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم. ومفيش عربية بعد كده. هات يا بنت مفيش عربية. ايه يا بابا دي امي كانت جايبها لي. امي كانت بتسرق مني فلوس بعد ما نام. انا امي كانت جايبها لي. امي يا نهارك اسود ومنيل. سجاير؟ يحصلي السجاير دي كمان؟ مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها وانا شلتها عشان ابقى اديها لها. سالي؟ انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف هعرف كل حاجة ومفيش ولا مليم بعد كده. هات يا المفاتيح. يلا انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ هلا هسيك شرب بنزين وخلاص؟ انا ركبت. يلا يلا غوري من هنا. لندن استراليا وطوكيو ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابيه يعني؟ ده الشرابيه دي فيها شغل كده بس اللي يلاحق. يلا جرحت الشنطه. ابعتي لي سالي بسرعه يا غاده. حاضر يا فندم. مين ده يا غاده؟ ده أدهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى. سلام عليكم. رايح فين؟ قلت اقف شويه. في ايه يا انكل؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ شش ولا كلمه. تعالي قولي ها 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 ها. انت ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مود انا ظلمتك. ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده الاخر؟ رشدي أباظة؟ وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لم حاجتك بسرعه. يلا اتفضل. انا؟ ايوه انت. اتفضل. دوري جيت. سيبي انا داخل. يا ربي يا ساتر. بره! انت بره! ده انت مجنون! قال كل نفسك قبل ما حد ياكل! مجنون انت! انت بره! انت كده بتخسرني! يا سيدي ده انت خسرتك مكسب! بره! بره! اسمع بس انا عايز اقولك ايه! تاني! هو كان في اولاني! قلت بره! طب ماشي حاضر حاضر. بص خد الكارت بتاعي معاك خليه معاك. احتياط احتياط! حاضر يا سيدي! رشدي أباظة زكي روسو اتفضل بره! هاتولي بتوع الامن! انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلة ال... قلة ايه؟ قلة ايه يا انت؟ قلة ال... قلة ايه؟ قلة ايه؟ قلة ايه؟ قلة ايه؟ اصبر! مش لاقي غير قلة الادب. قلة 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 تصدق ملهاش؟ شفت حاجه تحير. ليه بقى قلة الادب دي؟ خدوه بره. الله خدوه بره. انا اما وريتك والصغير مصيره يكبر يا ادب. يعني هو مفيش خيرك في السوق. ماشي انا هربيك. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادم. انتوا واقفين تتفرجوا شوفوا شغلكم. يلا وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. ها غريبه. قلت لك سامح ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله ألاجة وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله تربدت بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها.
طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. انت بتعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا؟ ايه ده؟ حبيبي يا اخي. ايه ده يا جماعه، احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم، دي فسحه خمس نجوم، ما تقلقش، دول كلهم حبايبي واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله انت كويس، ده اوانه رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده، انا هوصلكوا على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم، ما تخافش. ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مشمش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت شد. ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء العشاء يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده بقى راح في دايه. لا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعميه. طعميه؟ هو انا قلت طعميه؟ يبقى انا قلت بذر. يبقى شهاده لله ولا مش شهاده لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي انت ازاي جايك لو سايباني في المصيبه اللي انا فيها دي؟ في ايه؟ في ايه؟ مصيبه ايه؟ طنط ازيك يا طنط؟ ازيك حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن دي اتجنن، تعالي سلمي افرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبت. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك، يا ملك عايز انام، بقالي كتير بتحكي لي بابا. انا من سنتين بس كنت اقدر اجري، امشي، اقف، اتنطط، ارقص، اركب عجل. في يوم من الايام كنت مسافره اسكندريه عشان افتح الملجا بتاع الايتام، ولما حسيت ان انا هتاخر عن الميعاد سقت باقصى سرعه. ما تهدي لنا النور ده شويه لو سمحتي، ما تاخذنيش. هي العروسه اسمها ايه؟ سالي. طب شويه شاي بلبن. ماشي. كنت ماشيه على 220 وفجاه لقيت قطه بتعدي الطريق. قطه؟ وكان في بنت صغيره بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير اني احود بسرعه. العربية اتقلبت بيا، وكل ده عشان انقذ البنت طبعا. طب والقط؟ راحت ضحية البنت، ومن ساعتها وانا فاهم مشلولة، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده والهيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزة مني ايه بالظبط؟ هفهمك، في عملية لو عملتها ممكن امشي تاني. وانت عايزاني انا اعملك العملية؟ لا انا عاوزة فلوس مني. انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شويه. اصبر شويه. ايه ده؟ انا اسفه قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العمليه. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحله العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك، احنا لو ما كانتش ضايقك يعني احنا فكرنا انك تخطفني. نعم ده انتوا اللي خاطفيني. لا لا لا، دايما ملك بتقول لك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفدية وناخد احنا الفلوس وملك بقى تعمل العمليه. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد بجد. واشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني اتورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما انا مش مصري. انا من منيا القمح. لا ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي، افرضي ابوك يبلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد، وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش
يبقى عمري ما همشي على رجلي تاني، والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبة. خلينا في الموضوع، قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكي يا سالي. فكيني يا عروسة. خير يا ادهم بيه؟ ده انت مصحيني من النجمه. رشدي اباظة خطف ملك بنت يا متر. رشدي اباظة؟ طب دي حاجه كويسه خالص. ايه كويس اللي فيها؟ هو خطفها تمثل معاه؟ بقول لك خطفها. رشدي اباظة مين يا فندم؟ الواد اللي انا طردته من المكتب، اكيد خطفها عشان ينتقم مني. هعمل ايه يا متر؟ يبقى لازم نبلغ البوليس. لا ما اقدرش ابلغ، لو بلغت ممكن قوي يأذيها. اوعى. انت قافل التليفون ليه؟ هو هيهرب منك؟ مالكش دعوة انت. ايوه يا ادهم بيه. انا جمعت الكارت وفي التليفون وفي العنوان. ايه ده؟ ايه ده؟ الشلل اللي انتشر ولا ايه؟ وهربتوني بره مصر ازاي؟ الساحل الشمالي دي في مصر برضو؟ ايوه الساحل الشمالي بتاعت مرأية مارينا. ايه؟ مارينا؟ مارينا بتاعت الأغنية؟ ايوه. طب ده كلام يا جدعان بس، ده كلام يعني؟ ايه بس في ايه مالك؟ الواحد لا جاب معاه مايوه ولا عوامة ولا أي حاجة. مايوه ايه وعوامة ايه؟ ما تخلصنا بقى. طب هي الحكاية دي هتاخد كام يوم؟ بالكتير قوي يومين. ليه؟ ما نقفل الأسبوع بقى. هو أنت جاي تصيف؟ ما تخلصنا بقى، قررت ايه؟ موافق. وانا هعوضك عن اي خساره، اول ما ابويا يدفع لك الفلوس هديك اللي انت عايزه. لا اذا كان كده انا عايز 2000 جنيه انكس بيهم البيت. هرجعهم لك. انا ايه مغسل وشي؟ يا ريت، لحسن الدبان ابتدى يتلم. صدق شكلي هرتكب جريمه. يا واد بتاع السكاكين انت. وانا كمان هقوم اغير هدومي. ايه هتقومي؟ هروح اغير هدومي. عندك مانع؟ لا. طب روح عشان اروح اغير هدومي. لا. انا هفضل تحت رحمه الواد المعفن ده. يا شيخه حرام عليك، ده شكله غلبان قوي، وبعدين ما تحمدي ربنا انه وافق اصلا. غلبان؟ ده شكله لئيم جدا، مش بعيد يكون طمعان اصلا في الفلوس. مش فاكره لما طلب مننا ال 2000 جنيه؟ على فكره احنا مش لازم نطمن له، احنا مهما كان بنتل لوحدنا. معاكي حق. انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ انا بفهم من النوعيه دي. بقول لك ايه، انت متاكده ان ما حدش هيطب علينا هنا؟ ما تخافيش، ما حدش بيجي هنا غير في الصيف بس. انا هسيبك شويه. هتروحي فين؟ اجيب اي حاجه ناكلها. طب استني نازله معاكي اما اشوفه بيهبب ايه. يلا. ايه ده؟ الحق. بصي فرش الدنيا ازاي. على فين يا شراني؟ هروح اشتري حاجه ناكلها. طب كويس قوي، اجي معاكي عشان انا عايز اشتري شويه حاجات. لا مش هينفع تروح معايا عشان هي رايحه تجيب لي حاجات حريمي. طب هروح معاها ومش هبص. ايه ده وتسيبني لوحدي؟ طب افرض يعني انا عوزت حاجه. هتعوزي ايه بس؟ ما هي كل حاجه مترتبه وزي الفل اهي، مش هنتاخر. طيب يلا. ألاقيش معاكي نقطة فازلين ولا حاجة أحطها عشان؟ لا ده هو كده حلو قوي بجد؟ طيب. يا ربي يا ساتر.